أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك اعتبارا من 1 أغسطس ولمدة شهر، انطلاقا من حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. استمرارا لما تحققه مبادرة كلنا واحد من نجاحات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية. ونظرا للإقبال الكبير من المواطنين على فعاليات المبادرة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فقد قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من المبادرة اعتبارا من 1 أغسطس ولمدة شهر. أنا جيت النهاردة لقيت إن المبادرة عاملة تخفيضات بتوصل لـ30 و50%، فدي حاجة بتساعدنا جدا عن إن احنا نشتري كذا منتج، مش منتج معين أو منتجات معينة، لا خالص، السيل على كذا منتج. احنا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، أتمنى إنها تستمر لأنها فعالة ومجزية لكثير من الناس. طبعا المبادرة بتوفر لنا حاجات كتيرة جدا جدا، رز ومكرونة وزيت وسمنة وكل حاجة ولحوم وكل حاجة، وعشان كده بنقدر ان احنا نوفر كمان منها. في تخفيضات كبيره جدا على الرز وعلى الزيت، على الادوات المكتبيه، على الادوات المدرسيه، على الادوات المنزليه. ده حاجه كويسه من الدوله وحاجه كويسه من سياده الرئيس، واحنا بنتمنى الحاجات دي تستمر في كل الاماكن. يعني انا حابه طبعا اشكر الرئيس على المبادره دي وعلى الاسعار المميزه اللي بتساعدنا ان احنا نعيش عيشه احسن. هذه المرحله من المبادره تتميز بمشاركه واسعه من الشركات والاسواق والسلاسل التجاريه الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة، بما يضمن الوفرة في المعروض من كافة أنواع السلع في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 40%، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. من وقت ما مبادرة كلنا واحد بدأت وكل الأسعار متاحة بأسعار أقل من الأسعار اللي بره، والمنتجات اللي موجودة فيها موجودة بأسعار كويسة تناسب كل الناس. المبادرة بقت معانا في كل مكان وموجودة في جميع أنحاء الجمهورية وموفرة سلع كويسة جدا في متناول الجميع. بنحب نشكر سيادة الرئيس إن هو دايما بيدعمنا في إن كل السلع تكون متوفرة للمواطن بأرخص أسعار، وإن دايما تكون موجودة. مبادرة كلنا واحد نفعانا في كل حاجة في بيتنا، يعني تومين، رز، سكر، حتى كنت بجيب لبس لابني في المدارس، كتب، قراريس، شنط. اي مكان بننزل فيه بنلاقي المبادره موجوده. طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس ان هو موفر لنا كل السلع بالاسعار الرخيصه جدا. بحب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه على المجهود اللي هم عاملينه، واتمنى المبادره تفضل مستمره. وبالتزامن مع المبادره واصلت منظومه امان توفير السلع الغذائيه وغير الغذائيه باسعار مخفضه من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق. أنا بشكر سيادة الرئيس على المبادرة الحلوة دي اللي عملناها في بورسعيد. أنا بشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس وبشكر كل واحد اتعاون معانا، عشان احنا كل البلد محتاجة التعاون، يعني بشكر كل الناس اللي بتقدر تعمل حاجة وبتعملها. استمرارية مبادرة كلنا واحد في سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم إنما يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم. دعم متواصل تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تستهدف إلى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التخفيف عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.